من استديو صيف البحرين صباح عليكم مشاهدينا في حلقة بداية الأسبوع، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم. ساعة بنكون معاكم فيها في صيف البحرين، أكيد في فقرات كثيرة وأكيد فريق الإعداد مجهز لنا تقارير جميلة. صباح الخير حمد. صباح الخير إيمان، يوم الأحد بداية الأسبوع، شلون النشاط؟ والله النشاط يعني قاعد يزيد شوي شوي، راجعين من ويكند يعني الحماس شوي موجود، بس إن شاء الله مع نص الأسبوع بيزيد أكثر. أكيد خلنا أرحب بالمشاهدين، حياكم الله متابعينا، راح نكون معاكم اليوم في فقرات متنوعة وإن شاء الله تستفيدون من هذه الحلقة. إيمان كنت أتكلم معاك يمكن قبل الهواء عن موضوع القهوة والكوفي. في هذه الفترة قريت خبر أن في هذه الفترة الناس اللي تشرب كوفي وتشرب قهوة زادوا. ليش؟ والأسباب أن الناس صارت ما تنزل من سياراتها فتأخذ من سيارات من القهوة تيك أوي أو درايف ثرو، فصارت الناس تقبل أكثر على الكوفي. فالناس تحب الكوفي أكثر خلال هالفترة. يعني أنت القهوة العربية صح تحبين؟ أي أنا أحب القهوة العربية. لا الكوفي عادي ما أشربه، فأحس إنه ممكن يكون يعني الموضوع حلو يمكن مع الهبة حمد. أنت من الناس اللي زيتي المعدل ذي ولا؟ لا القهوة العربية أشربها نفس المعدل اللي قبله، بس الناس اللي تحب الكوفي مع الهبة صار إدمانها أكثر على القهوة صح. يعني بشكل عام. شنو عندنا اليوم؟ اليوم أكيد نبتدي حلقتنا في بداية الأسبوع مع المدرب خالد البسي ونشوف معاه التمارين الصباحية في هذا التقرير. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، معكم كابتن خالد البستقي. اليوم بنتمرن باستخدام الريزيستنس باند، حبال المقاومة. بنسوي الجزء العلوي من الجسم قد ما نقدر، بنغطي التمارين الأساسية أساس نغطي قدر الإمكان أكثر قدر ممكن من العضلات في الجزء العلوي من الجسم. أول ثلاث تمارين بنغطي فيهم عضلات الظهر، عضلات الصدر. التمرين الأولي ديد ليفت، تأخذ الريزيستنس باند تحطه تحت ريلك شوي، افتح ريلك لين ما ريلك يصير تحت خصرك دايركت. أنت اختار قوة المقاومة، طبعاً كل ما تنزل أكثر المقاومة بتكون أكثر، كل ما بتيود من فوق المقاومة بتقل، فأنت وقدرتك وقوتك. فبنزل تحت، أنا قياسي دائماً أنطر الهندل أطق الأرض وأبتدي ديد ليفت. ثلاث تمرين يستهدف عضلات الظهر زائد شوي من العضلات الخلفية للفخذ. بخلص 15 هني، أوكي بريح 30 ثانية، نفس البوزيشن نفس ما أنا واقف بنزل بسوي التمرين الثاني اللي هو ديد رو. واحد اثنين، لاحظ الإلبو يطوف قفص الصدر عندي، هوب اخلص 15 نفس الشيء، ثابت القلبه فوق يعني سيره تنزل تحت فوق وانزل تحت، اخلص 15 حلو هاي خلصت. تمرينين ظهر لور باك ابر باك، الحين باي حق الصدر، حب المقاومه تخلي وراك، مهم انه ما يكون فوق يكون تحت يدك. حلو نفس الشيء، كل ما بدش داخل اكثر المقاومة تزيد عندك. حلو كل ما تدش داخل أكثر تيود داخل أكثر المقاومة تزيد عندك، كل ما بتي فوق صوب الهندل المقاومة بتقل. بعد يعتمد على الحبل اللي عندك وقوته، تري من هني حط الحبل ورا ظهري من فوق و I push chest press 1 2، نفس الشيء 15 3 4 5 6، لما خلص 15 الحين العضلات دي بتكون اصغر، فمن كذي ابي التكرار 10 ل 15، لا تروح لي ل 20. تمرين البايسبس نفس الشيء، اكل يدي سيده تحت فوق، 1 ما في شيء صعب، 2 3 اخلص 15 على طول اروح حق الترايسبس تشندس ظهر سيده، يسمونهم ترايسبس كيك باك. كيك باك يعني انك قاعد ترفس ورا، فاتي من هال بوزيشن ارفع الالبو فوق، الالبو يكون ثابت ما يتحرك لي، الالبو ثابت فاروح 1 2 3 4 5
اخلص 10 يا 12 يا 15 مو بزيد. تمرين اللي عقبه بوش بريس. 1 2 3 4 الالبو ينزل، من ينزل مستوى كتفي صدري. حلو، اخلص 15 اريح دقيقتين وادش دقيقة لقيتين وادش الراوند الثاني واخلص توتال مجموع 3 لـ4 جولات. بكون ذي الطريقة مغطي اكبر عدد من العضلات من الجهة العليا من الجسم بريزستنس بار فقط. يعطيكم العافية. كل الشكر لخالد البستيقي اللي كان معانا طول فترة البرنامج وكان يقدم لنا تمارين يومية في فترة الحجر وحتى ما بعد الحجر. الحين اللي خايف يروح الجمات، خالد البستيقي موجود سواء في التلفزيون أو موجود في الأكاونت عنده في الإنستغرام، تقدرون تتابعونه. ننتقل إلى فقرتنا التالية. رغم التحديات والظروف تستمر جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة في نسختها 10، وتركز الجائزة في هذا العام على التكريم أهم الكوادر الطبية بالإضافة لجائزة أفضل مشروع تطوعي في البحرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بجمعية الكلمة الطيبة الأستاذ علي بوهزاء. صباح الخير. صباح الخير والنور والسرور. نشكركم على هاي الاستضافة، ما قصرت ويعطيكم العافية. يا هلا يا مرحبا فيك، الله يعافيك. طبعا في البداية أستاذ علي، ودنا نتكلم عن أهمية العمل التطوعي بنظركم أنتم كجمعية. طبعا العمل التطوعي ومن تأسست الجمعية في عام 2002 كان هدف الجمعية ان هي تخلق عمل اهلي وتطوعي جديد من خلاله نقدر ان احنا نغطي كافة شرائح المجتمع البحريني ببرامج جديدة وافكار جديدة نقدر من خلالها ان نترك اثر حقيقي في المستفيدين اللي يستفيدون من برامج الجمعية. فمن يوم تأسست الجمعية واحنا يعني صار العمل الخيري يمكن اللي جزء من الجمعية، لأن الجمعية عندهم مشروع أكبر واللي هو ثقافي وتربوي واجتماعي ومن ضمنه الخير واللي هو عبارة عن مساعدات. نعم. فبرامجنا في الجمعية متنوعة، تشمل الأطفال، تشمل الشباب اللي يبون يبحثون عن عمل، برامج التدريب. فالحمد لله يعني الجمعية حاولت طوال هاي السنوات إن هي يعني تكون متنوعة أكثر، تخدم ناس أكثر. فيعني احنا نتوقع ان احنا يعني العمل اللي نقدمه قاعد يترك اثر بشكل يعني جميل كبير، وايد كبير في نفس المستفيد. نعم. يمكن خلينا نتكلم عن الجائزه نفسها استاذ علي. الموضوع الجائزه خلينا نتكلم عن اهدافها، شنو تسعون لها من خلال هذه الجائزه اللي احنا راح تقدمونها؟ الجائزه سلمك الله 2011 تاسست بتوجيهات من سمو الشيخ عيسى بن علي، وكان هدفها في البداية إن إحنا نكرم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي. ويات هذه الجائحة هاي السنة ووجهنا سمو الشيخ عيسى بن علي الرئيس الفخري للجمعية بأن إحنا نخصص هذه الجائزة لهذا العام للكوادر الوطنية اللي كانت في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا. وهاي تقدير من سموه حق هاي الكوادر، وتي هذه الجائزة عشان تكمل وبالاتساق مع الجهود الحكومية بقيادة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء اللي وجه انه يكون يوم للطبيب البحريني وجائزة تحمل اسمه اسم سموه لتكريم الطبيب البحريني، وايضا الفريق الوطني للتصدي للفيروس بقيادة ولي العهد. فسمو الشيخ حب انه يعني ايضا يدعم هذه الجهود كلها بانه هو يخصص هذه الجائزة عشان يكرم فيها الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الفيروس. نعم، يعني أستاذ علي مثل ما نعرف أن للسنة السادسة يمكن على التوالي تنظم الجمعية جائزة الأفضل مشروع عمل تطوعي في مملكة البحرين. خلينا نتكلم عن طريقة التقديم لهذه الجائزة طوال الست نسخ السابقة. طبعا التقديم يتم عبر موقعنا الإلكتروني اللي هو gws.bh، ومن خلال في لجنة تحكيم تنظر في المشاريع برئاسة الدكتور فالح الرويلي وعضوية كل من الأستاذ محمد أحمدي والأستاذ إمام مرهون، اللي من خلالها هم يالسين يعني ينقحون هذه المشاريع اللي تيها وبناء عليها يأخذون أفضل 3 مشاريع
ويتم تكريمها في الجائزة. جميل. هنتكلم يمكن عن شنو أهم الاشتراطات لجائزة المشروع التطوعي، أكثر الأشياء اللي ممكن أن الشخص لازم يعرفها قبل لا يدخل. هو طبعاً في خمس معايير سلم كلا. المعيار الأول حجم الأثر اللي تركه هذا المشروع، وأيضاً المشكلة اللي عالجها هذا المشروع، حجم الشريحة المستهدفة، نوعية هذا المشروع ومدى تفرده في المجتمع، وايضا الاستدامه حق هاي المشروع، هل هو مستدام ولا متوقف. نعم، خلينا نتكلم شوي عن الجائزه. يمكن شنو الجائزه اللي تنتظر الفائز في هذه المسابقه؟ الجائزه طبعا سمو الشيخ عيسى بن علي خصص 20 الف دولار حق مجموع الجوائز. نعم. بمعدل تقريبا 7000 ونص اتوقع حق كل فائز. تنتظر الفائزين في هذه المسابقه. إيه؟ جميل. ومتى راح يكون يتم الاعلان عن الفائزين؟ الاعلان راح يكون في الحفل تاريخ 15 سبتمبر، واللي يتم ان شاء الله عن عبر تقنيه الاتصال الافتراضي عن بعد ان شاء الله. عن بعد راح يكون. اي نعم، يعني ملتزمين رغم هذه الاوضاع، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق على اللي قاعد تقدمونه في مملكه البحرين، على اللي قاعد تقدمونه من خلال هذه الجمعيه. كل الشكر لك استاذ علي بهزاع، شكرا لتواجدك حضورك يعني. حاضرين. يعطيك العافيه. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات حلقه الاحد من برنامج صيف البحرين، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. منطقة البحرين العالمية للاستثمار تعتبر من المرافق الهامة في مملكة البحرين، حيث أنها منطقة صناعية جديدة فيها جميع ما تحتاجه المصانع من بيئة استثمارية. اليوم راح نتكلم أكثر عن تفاصيل المنطقة الصناعية مع الأستاذ خالد علي القلاف، رئيس منطقة البحرين العالمية للاستثمار. صبحك الله بالخير. صبحك. يا هلا ويا مرحبا فيك ونورتنا. وشكرا على هالاستضافة الطيبة. في البداية صباح الخير. أول شيء، موقع البحرين الاستراتيجي، أهمية القطاع الصناعي على الناتج المحلي، خلينا نتكلم عنه. بشكل عام يعني موقع البحرين الكل عارفه، اللي هو من قديم الزمان موقعها يعتبر من واحد من المواقع المهمة في المنطقة. صح. وكان يعني طريق حق التجارة العالمية. وما زال هذا الموقع حاليا يمتاز بنفس الامتيازات السابقة. فكون أي واحد مستأجر عندنا مثلا في المناطق الصناعية يحصل هذه الميزات بالفتاح مباشرة على الأسواق الخليجية عندنا، ويكون عنده حلقة وصل بين الشرق والغرب. كذلك الموقع يعطي اللي هي امتياز القربة من اللي هو من موانئ الموجودة عندنا. نعم. وكذلك المطار. نعم. وجسر الملك فهد اللي هو اللي وصله إلى المملكة العربية السعودية. نعم. بتكلم وياك أستاذ أكثر عن فكرة إنشاء يمكن المناطق الصناعية في مملكة البحرين، وأكثر نبي نتكلم عن الموقع والعدد الكلي حق القسائم المتواجدة. هي جاءت الفكرة أساساً يعني من بعد السبعينيات، او خلينا نقول قبل. يمكن الفكره كانت انه هو الاعتماد على مصادر اخرى حق الاقتصاد، واضافه الاقتصاديات جديده الى الناتج المحلي. فكانت واحد من هذه الافكار انه هي تنوع مصادر الدخل، ومن ضمنها اللي هو القطاع الصناعي. فجاءت فكره انشاء اول منطقه صناعيه في سنه 1968، هي منطقه ميناء سلمان الصناعيه، كانت بقريبه من الميناء نفسه. فعشان كذي كانت تخدم الميناء من حيث يعني خلينا نقول الاستيراد والتصدير والعمليات كلها هذه المتعلقه بالتصنيع، بالاضافه الى انشاء باقي المناطق، واخرها تم انشاء منطقة أو مدينة سلمان الصناعية منطقة الحد. صح. اللي هي على يد تم افتتاحها على يد سيدي جلالة الملك في سنة 2010. صح. نتكلم يمكن تكلمت عن المدن أو المناطق الصناعية، خلينا نتكلم عن يمكن نوعية المصانع الموجودة، خلينا نتكلم عنها شنو هي. احنا عندنا طبعا تشكيلة كبيرة من الاقتصاد، يعني البضائع اللي تنتج في البحرين بشكل عام. نركز على معظم يعني الصناعات اللي هي نعتبرها صناعات نظيفة في المنطقة.
والاشياء اللي تحتاجها البلد. فمثلا عندنا الاشياء اللي خلينا نقول عنها الصناعات المتعلقه بالمنسوجات او الملابس، كذلك الصناعات الدوائيه والصناعات الغذائيه. كذلك يمكن الحين الفتره الاخيره يمكن مع وضع كورونا لاحظنا ان الاهتمام بالاشياء مثلا التعقيم وكذي، والحمد لله كان عندنا يعني احد او اكثر من مصنع متعلق بال يعني بال برودكت اللي هي حتى الكمامات يمكن اي نعم موجودين. فكل هذا خدمنا الحمد لله في هاي الفتره. وبالتالي عندنا ايضا اللي هي مصنع الومنيوم البحرين باعتبار انه هو يعتبر اب ستريم، فبالتالي نحتاج مصانع حق اللي هو الداون ستريم لهم، فاللي هي نعتبرها صناعات تحويليه. فهذا من يعني من اهم الصناعات اللي احنا قاعدين نستقطبها في الوقت الراهن. جميل. ودي اتكلم معك استاذ اكثر على الحوافز او الخدمات اللي تقدمها مملكه البحرين للمستثمرين بشكل عام. احنا عندنا يعني العديد من الحوافز صراحه. نقارن نفسنا بالمنطقه وبشكل عام، يعني عندنا في منطقه البحرين العالميه للاستثمار واحد من يعني من اهم الحوافز الموجوده مو بس في المنطقة نفسها حتى على صعيد المناطق الثانية، اللي هو نسبة التملك حق الأجنبي اللي هو نسبة التملك 100% في رؤوس الأموال، بالإضافة إلى يحصل على امتيازات من هالامتيازات في الإعفاءات الجمركية على الواردات التابعة له. جميل. من ناحية خلينا نقول من ناحية مدخلات الصناعة في الرو ماتيريز اللي هي المواد الخام، وكذلك الميشنريز اللي خلينا نقول عنها المعدات اللي يستخدمها. كذلك في شغله مهمه جدا اللي هو يحصل على اعفاء من ناحيه اعفاء في رسوم البنيه التحتيه في حال اذا راح يبني المبنى، عوضا يعني بدل ما يدفع اللي هو 12% في المتر المربع يكون هاي معفي عنها المستاجر. كذلك ايضا عندنا يحصل على البرامج من مثلا من صندوق العمل تمكين، في برامج تدعم اللي هي الوظائف حق البحرينيين بالذات، كذلك اللي هي تطوير والتوسعه في المستقبل. جميل. يمكن هنتكلم عن لمحه عن فئات الايجار ومده العقود في هذه الاقسام. اي نعم، بشكل عام عندنا ثلاث انواع. احنا مثل ما تعرف القطاع الصناعي هو اللي ياخذ الحيز الاكبر. صح. القطاع الصناعي تقريبا نركز عليه، ومدة الإيجار العقود تتراوح تقريبا بين 25 للقطاع الصناعي و15 سنة للقطاعات الثانية اللي هي اللوجستي والتجاري. نعتبر القطاع الصناعي من القطاعات اللي تحتاج دعم، لذلك حكومة مملكة البحرين تقدم تأجير هاي القسائم بسعر جدا منافس ورمزي اللي هو يعتبر دينار في المتر المربع في السنة. فنبي نتكلم بعد أكثر عن يمكن آليات تقديم طلبات القسائم والفترات الممنوحة للترخيص والبناء وغيرها من هذه الأمور. حاليا سلمك الله يعني عندنا اللي هو التقديم الإلكتروني صار يعني حاولنا قد ما نقدر نسهل حتى حق المستثمر الأجنبي أو سواء كان نسمع موجود في البحرين. طلع الشاشة يمكن. أي نعم، في الموقع اللي هو السيرفيس أو service.mic.gov.ph، هذا بامكان اي شخص عنده سجل تجاري بامكانه دايركت يدخل على الموقع ويتواصل وبيشوف المتطلبات الموجوده، وبعدها يقدم ويتم دراسه الطلب من قبل الاخوه عندنا في الاداره، وطبعا من ضمن معايير ونشوف شنو مدى مثلا استحقاق هذا المشروع اللي هي دراسه الجدوى والامكانيات وغيره، وبعدها يتم تخصيص اللي هي القسيمه الصناعيه بعد حصول الموافقات. خلينا نتكلم بعد عن استاذ عن فكره عمل الاقسام لمتابعه المستثمرين والخدمات الموجوده. احنا تقريبا موزعين عمل الاقسام على اساس خلينا نقول المستاجر نفسه. ففي البدايه اول قسم عندنا اللي هو قسم خدمات المستثمرين، يتابع من بدايه استلام الطلب او توضيح حق المستثمر كيفيه التقديم ومساعدته في استخراج الرخص المبدئية، سواء كانت مثلا حتى استفسارات متعلقة بالخدمات الهندسية
أو خلينا نقول تسهيل إجراءاته مثلا إذا كان مستثمر خارجي. كذلك عندنا القسم الثاني بعد ما يحصل المستأجر على الغسيل نفسه يبتدي القسم الثاني اللي هو متابعة رخص البناء والأمور الهندسية المتعلقة بالبناء إلى حد خلينا نقول 24 شهر لإكتمال هذه المدة على حسب القانون. ومن بعدها القسم الثالث يكون هو القسم المعني بالمتابعة والحصول يعني على كل التراخيص وغيرها. نعم. كذلك يتأكد بالامتثال للقوانين واللوائح التابعة حق الأنظمة والتشريعات. جميل، يعني كل الأقسام ما شاء الله قاعد تخدم ترابطة. أكيد المستثمرين في هالجانب. وأكيد نشكرك على تواجدك وحضورك معنا الأستاذ خالد علي القلاف رئيس منطقة البحرين العالمية للاستثمار، كل الشكر لك ويعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل، بعدها نرجع نتواصل معكم في صيف البحرين. عاد مشاهدينا من بعد الفاصل، نتيجة الارتباط الوثيق ما بين الروح والجسد فإن أي ضرر أو خلل يصيب أحدهما يتأثر فيه الثاني، وللحديث بشكل مفصل حول العلاقة ما بين الصحة الجسدية وارتباطها بالصحة النفسية راح يكون معانا رؤوف الفردان مدرب ومؤلف في مجال النفس والتنمية البشرية. صباح الخير. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا فيك محمد وهلا فيك ايمان. يا هلا يا مرحبا فيك. يعني استاذ رؤوف، احنا اليوم بنتكلم عن الصحه النفسيه بشكل عام، لكن خليني اسالك في البدايه، متى نقدر نقول ان هذا الشخص يتمتع بصحه نفسيه جيده؟ تمام. طبعا تعريف الشائع للصحه بشكل عام هو الكومبليت فيزيكال منتال وسوشيال والبينج، هذا تعريف الصحه الشامل او الصحه النفسيه. الصحه النفسيه فيها طبعا عوامل هم يعرفونها بعلامات، منها مثلا انه هو السايكولوجيكال ريزيلينس يسمونه، اللي هو شلون اقدر اتعامل مع ضغوط الحياه. في من علامات ايضا ان شلون انجويينج يور لايف، شلون تستمتع بالحياه، شلون في من علامات ايضا ان انت عملك برودكتيف، يعني العمل مالك يكون فعال طال عليه. فيعرفونه بالعلامات مال، بس هو في النهايه كوجنيتيف وبيهيفيرال وايموشنال، معناته ادراكي ومشاعري وسلوكي. السلوكي. هذا اللي يبين على الانسان هو صحيح نفسي. صحيح نفسي. جميل. نتكلم يمكن عن العلاقه بين الصحة الجسدية والصحة النفسية، إيش قد تأثر هاي الفترة، ويمكن بعد العلاقة بينهم شنو كل واحد يأثر على الثاني. كلش حلو. طبعا الموضوع هذا طويل وذو شجون وناس كثير حكوا عنه، ما ادري اذا انتم مر عليكم هذا التعريف او هذا الموضوع، لانه جدا جدا مهم بالذات في السنوات الاخيره، اعتقد حتى في بحوث كثيره انه ربطوا المشاعر بالامراض. في ناس طلعوا حتى بعد، انا اعتقد صح راشد طلع كتاب انه فك شفره العرض والمرض الى درجه. طبعا هالموضوع البعض كيف يفكر انه شو، لانه مو عارف اصلا. في ترى ابحاث يريد يشوف الطب واسالوا الاطباء، وفي منهم صحة تبنوا كانت هاي النظريه بعد. بس بعطيكم نبذه بسيطه مختصره عن الموضوع، لان شيء عميق ويحتاج له كلام طويل. ليش الانسان يمرض؟ انتم ما لاحظتوا حتى بعطيكم حتى من امثله من حياتكم اليوميه من المحيط حواليكم، يعني ان مثلا في ناس افترض بعد 60 سنه طالع، وانا اعطي هذا تحدي للمشاهدين بعد، طالع وانت روح شوف نفسك. الناس الإيجابيين يقيناً بعد 60 سنة، لو أنت عارف لطول حياته إنسان إيجابي أنت تقدر تفرق صح بشكل صح. عام يقيناً يتمتع بالصحة أفضل من إنسان السلبي. السلبي تعالي بعد 60 سنة شوفها أصلاً حتى قبل، يعني هجمت عليه أمراض. يعني شو الرابط بين الاثنين؟ هل معقولة؟ طبعاً ما أتكلم عن السايكوسوماتيك ديزيزز، لأن في أمراض يعتبر نفسية جسدية في تصنيف تأثر. طبعاً نعم. أنا جاي ترى من خلفية طبية، دارس طب في كلينيك الجراحين، فما أتكلم عن هذا الجانب، أتكلم عن جانب النفسي اللي أثر على الجسدي. فالكلام إنه هو بس بعطيكم كنبذة بسيطة على الموضوع، إنه هو الإنسان تبدأ تطلع عليه الأعراض بعد ما تتراكم للمشاعر سنين طويلة، بالذات الأمراض المزمنة. يعني تخيل هو عبارة عن مشاعر تراكمت لسنين، أنت صار لك سنين تعيش هذه المشاعر بس ما في أعراض، بعدين تبدأ تطلع الأعراض السيمتومز والساينز، وممكن بعد حتى في التست بلاتست حتى هرمونات وغيرها يبتدي يطلع لك الربط. إذا هذا الخلل في الجسم هرمونات من وين طلعها؟ هذا مشاعر متراكمة صار لها سنين، الحين برد خلاص راح يطلع أعراض عليك. فهمت الفكرة؟ أصلا حتى في بعد واحدة اسمها إيمي كودي ذكرت بشكل واضح، وهذا توني روبنز طبعا ذكر هالموضوع قبلها، أنه هو هي أثبتت في دراسة
ان شلون مثلا الواحد اذا كان عنده يسوي بوسز في حركات في الجسم ياثر على هرمونات التستوستيرون والكورتيزول اعتقد هرمون التوتر القلق وهرمون الثقه هرمون رجالي التستوستيرون الثقه يعني فشون هو اثبات بالهرمونات والدليل بعد واضح عندنا في حياتنا اليوميه مثل واحد لما يفكر بتفكير فيه قلق وتوتر شنو الاول شيء علامه في الجسد يبين عليه واضحه شنو هي يمكن على الوجه يعني تعابير الوجه بعد ابي في شيء في الجسم توتر اي واحد قاعد يفكر افكار فيها خوف وتوتر وقلق شنو العلامه في الجسم واضحه ما ينام يمكن غير هذا علامه اتكلم في الجسم احيانا يعني واحد طبيب طالع وكذا يقول اوه شلون تغير في جسمك كذي ضربات القلب زين شلون ضربات القلب تاثرت بشيء مو مادي مجرد بالتفكير هذه هذا دليل واضح جدا حيث اليوميه انه يثبت لك شلون ارتباط النفس بالجسد باختصار انه هو على مدى سنين مشاعر متراكمه الحين تتجلى تبدا اعراض الاعراض انت الحين خلاص بيصير لك بعدين مرض صح فانا اختصرها بعباره هي شنو الامراض الجسديه عباره عن تجلي مشاعر وتحقق قناعات تمام يعني هاي انت قلت تجلي مشاعر في كلام كثير هذا الموضوع وذكرت شغله قلت يمكن تاثر خلينا نتكلم يوم عن الارتباط النفسي يمكن بالجسدي وهذا الارتباط ممكن ياثر انت الناس ما تفضلت وذكرت على الشخص نفسه بس شلون ممكن الشخص يحاول انه يعني ما يمشي ورا هالامور اللي قاعد تصير له تمام انزين حتى في الطب في تعبير اسمه susceptibility او vulnerability القابليه للمرض تمام وهذا الشيء احنا بنشوفه ومثبت يعني سؤال في عدوى منتشر في بلد يقينا ايا كانت العدوى زين وتضرب في كل العوامل الواحد يفكر فيها راح تصيد ناس وما راح تصيد ناس سؤالي لكم ليش ما صارت هذا للناس جاوبوني جواب منطقي يمكن يعني ما غلط غلط انا عندي صديقه وانا اعرفها اوريدي زين صديقه طبعا مو بحرين لبنانيه وهي خبرتني وابعث لها تحيه طبعا هي بدك توصل لها بعد ان شاء الله ان وقالت لي هي كل اللي معاها كلهم عندهم كورونا هي ما حتى سولها تست كذا مره ومرتين وثلاث ما في يقول خوف التوتر يمكن هو اللي انا قاعد اخذكم للجذر الحين مفترض ان هذا يمسنا كلنا بالذات في هالفتره هذا موضوع جدا حيوي مهم الموضوع susceptibility ليش المناعه في العمق خوف النفس قلت لكم تجلي اختصارا تجلي مشاعر وتحقق قناعات انت شنو قناعاتك وشنو مشاعرك انا راح اقول لك شنو راح يصيدك وما راح يصيدك من ناحيه المرض الموضوع فيه طويل هذا انا اعطيه مختصر يعني انت قاعد تدخل في النفسيه يحتاج له دوره يحتاج له دوره اوريدي يعني بس واختصارا لو مثلا بقول يعني حاول تتعلم عن موضوع السلام الداخلي انا عندي اوريدي كتاب اسمه كتاب السلام الداخلي مفصل تفصيلا يعني كتاب رائع في دورات مو ضروري تحضر دورات يعني بس في دورات مثلا دوره السلام الداخلي عندي دوره الامان النفسي في دورات ثانيين يسموها دورات اداره الضغوط ستريس مانجمنت تمام فممكن تساعد الشخص انه يتغلب لان موضوع المشاعر حاسم مو فقط في موضوع السعاده البعض يقول لا مشاعر حق السعاده وكذا انت لو مستمر على اللي انت فيه اذا كان مشاعر ستريس وضغط واكتئاب وكذا اصبر تعال 40 20 سنه وانا وياك بس موعدنا بس يقينا بعدين تشوف اللي تبدا عليك اعراض وروح تسوي فحوصات لجالك مرض مشاعر صار لك انت مو حاس منها وتعرف الموضوع كذي الحب على الغارب يوميا وعلى فكره شنو الفرق بين الانسان السلبي والايجابي طالع اغلب اوقات يومه ترى السلبي مو معناته مو الايجابي سوري مو معناته انه ما يمر مشاعر سلبيه لا انا ما اعرف على وجه الارض ولا اكثر الناس يعني ايجابيته لازم يمر يمكن شويه كذي فولز وكذا هو اغلب اوقات يومك اكثر من 50% شنو السلب او ايجاب انا سؤالي لك هو شنو لو قلت لي سلب يوميا كذي يوميا اكثر من 50% كله سلب معناته انت يعني سلبي يمكن اكثر الناس اللي اقابلهم يمكن وايد يفكرون في المستقبل وشلون بيوصل وشلون يحقق اهدافه وينسى يستمتع بالاشياء اللي موجوده حاليا كلش فالتوازن مهم ومهم جدا واحد يحضر دورات نفسيه من هذا النوع حتى يعرف انه يوازن بعد الواحد ما يبغى بس يقعد مشاعري السلام الداخلي قيمه رقم واحد فراح اضحي في كل شيء تقدر تجمع بين الاثنين بطرق معينه يعني بس هو اكيد لو تعارضوا صحة الإنسان النفسية والجسدية مفروض يكون هو الأولوية وتأثر عليه إذن كإنسان أنا وتمر علي هذه المشاعر ممكن تأثر علي سلباً في المستقبل شون لازم أتصرف في هذه هذه بلاي دوري بلاي مو كذي الكوبينج استراتيجي قلت لك يعني عطي العوامل الأساسية ستريس مانجمنت من الحين الناس اللي يطالعوني على طول روحوا سجلوا في كورس ما ستريس مانجمنت دوروا لكم واحد محترف
يعني موثوق وخبير في المجال إدارة ضوء. بس بعد ناس وايد يمكن في الفترة هذه في السوشيال ميديا يعني زادوا هذولين الناس وما تعرف تفرق بين الزين ومين لا. صح، لأن وايد في ناس. ما بعطيكم أسماء، بعطيكم الغرب، بعطيكم العرب، تقدر تتابعوني بعرف السوشيال ميديا تبغون يعني. في منهم دكتور صلاح راشد جدا محترف وصادق جدا. عندكم ايضا في الغرب إيكارتولي عندنا، طبعا في الغرب اكثر من ديباك شوبرا موجود معروف بعد. فديباك شوبرا ترى طبيب، ديباك شوبرا يعني مو فقط انه هو اخصائي في هذا المجال. اي تفضل. شلون يمكن خلينا نتكلم عن ياثر الجهد الجسدي على النفسي، وشلون تقلب هذا الشيء لشيء ايجابي؟ يعني ممكن ان الشخص قلنا علاقه بينهم متوازنه ومتصله في بعض. ايوه. فواحد يعني عنده جهد جسدي، فشلون يقدر يتحكم بهاي الشيء نفسيا؟ انزين، طبعا انا وعن تجربه يعني تقريبا لا يمكن ان يؤثر الجهد الجسدي على الحاله النفسيه الانسان، فقط نفسك هي تاثر على نفسك ونفسك تاثر على جسدك. لا يمكن انها تاثر تقريبا لا يمكن يعني الانسان، واكيد جربتوا انتم في حياتكم يعني ان الواحد اوقات لو بذل جهد ما ادري ايش كثر واذا كان حالته النفسيه جدا عاليه يستمر عادي. انا مر علي هذا الشيء، ادرب حتى كنت اقول معي يعني ادرب كم 7 ساعات وعندي طاقه، لو يوم كان 24 ساعه عندي عادي من دون من الطاقه. بس انت لانه مستمتع وهذا مو قاعد اقول لكم، فاذا هو الموضوع ايضا مو جسدي، نفسي. فلو كان الانسان مستمتع، كان رايق مطمئن مرتاح وكذا مبتهج، ما راح يفرق اصلا، عنده ينطلق بالساعات. متى ما طاقة نزلت طاقة النفسية، جسده بحس أوه خارت مو خارت قواك، نفسك الحين نزلت مو ولا تقدر. عشان كذي يقولون التعب النفسي يأثر على الشخص أكثر من التعب الجسدي. ما في شك. عشان هذا الموضوع صح. يمكن حتى نتكلم على موضوع الفترة اللي إحنا كنا وقفنا فيها. ايه؟ يمكن وقفت الأعمال، وقفت الطلعات، وقفت يعني المشاركات مع الناس، السوشيال وقف، أكيد نفسيا الناس وايد تأثرت. صحيح. صحيح، خصوصا هالفتره، وانت متاكد ان يوك ناس وايد في هذه الفتره يتكلمون عن هذه الاعراض اللي صادتهم. فشلون بوجهه نظرك الحين مع عوده الحياه، شلون الواحد يقدر اللي تاثروا هذولين الناس، شلون يقدر انه هو يرد يواصل حياته ويرد يصير مره ثانيه ايجابي بصوره طبيعيه؟ بصوره طبيعيه ايضا التقنيات اللي قلت لكم، اللي هم مثل الستريس مانجمنت، الدورات اللي تتعلق بالصحه النفسيه، دورات سايكولوجي. هل في اشياء يسويها في البيت مثلا؟ بعطيكم شيء واحد، ولا هو في اشياء كثيره يعني. في هذا الموضوع يبغى له دورات، مو دور واحد، في كتب تقرا فيه. ولكن مثلا ان داوم على شيء يسمونه التامل التنفسي، مديتيشن. هل انت حتى في، انا حتى صرت اسال الناس، اي احد يجيني مشكله نفسيه، اي احد صرت كذي، اول سؤال اسال اقول له انت تعمل يوميا جلسات تامل طبعا تنفسي اقصده، زين، على الاقل 3 مرات في اليوم اول ما تقعد من النوم، قبل ما تنام، وقت صلاه الظهر، كل جلسه 10 دقائق على الاقل تعمل او ما تعمل؟ ما تعمل ليش جايني؟ ليش جاي تشتكي؟ روح العب على واحد ثاني غيري، لا تلعب علي. يعني بهالمعنى قاعد اعطيك صدمه كذي، انا اقول له انت الحين مو مسوي هذا الشيء البيسك وجاي تشتكي. فعلى الاقل هو شيء رقم واحد، من اليوم رايح تعمل جلسات تامل يوميه. شلون تعملها بطريقه صحيحه باختصار وستريت تو ذا بوينت، وشيء حقيقي. انا احب الشيء الحقيقي الفعال، بدا بكلام وما له داعي. ان الواحد يجلس مثلا في مكان هادئ، تمام، ياخذ نفس عميق شهيق وزفير، نفس كامل بطيء متاني مو سريع، ويركز على نفسه. هذا المهم، هذه الحته الزايده، تركيز انتباه على التنفس لمدة 10 دقائق. المتعود بسهل عليه، المو متعود ذا بيكون صعوبة. الواحد ممكن متمرس يستمتع فيه لذة جدا جدا عالية، مو فقط ارتياح، أيضا ممكن يستمتع فيه. يمكن عشان كذي دائما في الغرب يعني نمط حياتهم يكون لازم موجود فيه المديتيشن أو التأمل. يعني إحنا نتغاش ما نطنز عليه. إيه إحنا نقول مديتيشن. مو على إيش رأيك أقول لكم شيء؟ حتى في الطب لو رحتوا مثلا لإمرجنسي كرايسس، زين، طبعا نفسية أو جسدية. لو واحدة مثلا حامل أو تولد، أو مثلا واحد عنده بانيك أتاك، شي يقولون له؟ أول شي يقولون له تنفس، شهيق، زفير. حتى في تقنية حطوا له الباج اللي هو تشيس. صح. تنفس. هذا شيء مو لا طبيا، هذا طبيا يفيد الشخص. ليش؟ أنا السبب العلمي هو أن الإنسان لما يبطئ تنفس، طبعا في سبب نفسي ما راح أقول الحين، بس السبب العلمي الطبي الجسدي، لما أبطئ نفسي الجهاز التنفسي مرتبط بالقلب،
ضربات القلب مرتبطة بسرعة التنفس، بطئ واحد منهم يتبطئ الثاني، بطئ الثاني حيتبطئ ضربات القلب معناته اطمئنان يعني. بس رؤوف بشكل عام تحس ان الناس واعية بخصوص يمكن الصحة النفسية بخصوص المديتيشن في البحرين يعني؟ في ناس الحين في الفترة الأخيرة علي المؤيد رائعة جدا، أنا تعجبني يعني دكتور علي المؤيد من ناحية الصحة. طبعا وجه لها تحية أكيد. وجه لها تحية دكتور علي المؤيد من ناحية الصحة في التغذية، وأيضا هي داخلة في عندهم كورس أعتقد مديتيشن يعني. صح. فاي في البحرين لو تبغوا تتابعوا احد دكتور علي المؤيد، وهي دائما تقدم من النصائح يمكن نشوف في السوشيال ميديا والناس تستفيد منها. يمكن تكلمت الحين ايمان عن الناس تستفيد، فشنو ردت فعل الناس لما يعني شلون لمست في التغيير فيهم لما انت تعطيهم كورسات، وشلون وصلوا النتيجه قبل وبعد؟ الكورسات انا اللي اقدمها يعرفوني، حتى عندنا بعد واحد اسمه اساسا صفيه القاره يعني حاضره لي اكثر من كورس وعارفه شلون اسلوبي وعارفه اني يعني انا صدقا هاي مو مبالغه ومجامله يعني، اللي يدخلون كورس ينبهرون جدا جدا يعني بعد ما يطلعون. ف يعني اشوف التغيير، احس انا احب شيء راوني قدامي، لا تقول لي كلام، وابي شيء واضح مثلا ملموس الحين مثلا ملموس بالنسبه للنتيجه افكتيفنس اللي هو فعاليه. لو تكلم في النفس شنو العلامه؟ لازم في علامات تقول مثلا تحقق الاهداف، العلامه شنو؟ انا اشوف هدفي تحقق او على الاقل بداياته. في النفس شنو العلامه؟ الايجابيه، السعاده، اشوف مشاعري تغيرت، مشاعر ايموشنز. الحين تقول لي ترى انت راح تطلع انت اكثر سعاده اكثر سلام وكذا، اذا العلامه شنو؟ هو مشاعري، اشوف والله تغير مشاعري، والله فعلا يشتغل الموضوع. فانا اعطيهم كذي يشتغل قدامهم يعني كذي عملي يعني، تقعد معهم عملي تقنيات معينه تقنيات. هاي من التنفس، غير في اشياء ثانيه كثير نسوي جلسه هالمره كذي لازم. انا كنت بسالك مده الكورس يعني بالنسبه حق انا الشخص. عندي كورس مدوره الامان النفسي 7 ساعات. 7 ساعات فقط؟ فقط يكفي لك هذا كفايه. بس مو في يوم مقسمين يكونون؟ انا قدمتها يوم كامل يعني نفس اليوم. واللي حضروا معي اتذكر بعد كان معي واحد يقول انا ما عندي مشكله مستمتع، لو بتقعد تقلل خلصت يعني خلاص يعني بعد. بس ما تحس ان 7 يمكن في يوم واحد ممكن هذا الاثر يعني نفسي يتم معه؟ اوكي انا اعطيك ضمان، اذا ما في تعال ارجع راح اعطيك بعدين جلسه غيره يقينا. ما في يعني 100% ما في شيء، ما في شك يعني. عندي دوره ثانيه اسمها دوره السعاده باختصار ووضوح، عندي بعد ورشه تو مؤخرا قدمتها اونلاين زوم لناس برا البحرين يعني، واسمها ورشه ابديت السلام الداخلي يعني. حلو. اي في بس عندي لو تبغى في كتاب اسمه كتاب السلام الداخلي، عندي 187 صفحه شامل يعني. ما بالاخير كتبت فيه كل شيء يعني، من بدال انا احضر الدوره ممكن اقرا الكتاب وممكن اساعد نفسي في هالموضوع. ما يحتاج بعد. بس انا اوريدي عاطل للعملاء اللي عندي يعني، لو عندك اي شيء لك جلسات ساعه كامله انت وغيرك طبعا، اي سؤال عن محتوى الكتاب تسالني عنه، بس يكفي. شنو تقريبا محتوى الكتاب؟ شنو فيه اكثر في السلام الداخلي؟ كثير يعني اشياء انت في لك خبره فيها مثلا، انت مريت فيها خبره أشياء. ومجرب وعلمي ويعني شد وتحط تجارب في الكتب، لان الناس اليوم يهمها لما تقرا تجربه قصص تجارب. لا في الكتب الكتاب هذا ما حطيت فيه تجارب، ما اذا حطيت يمكن في واحده او اثنين لا، بس هو شيء يعطيك التقنيه شو تسوي ما هو كذا. يا هو علاج كوجنيتيف بيهيفيرال اللي هو CBT، معناته هو علاج القناعات هاي يسمونه. يعني مثلا قد تكون فكره قناعه معينه في العمق عندك هي سبب اللي انت قاعد ترفض فيه، ولا انت قاعد مسبب لك هاي المشاعر السلبيه. مجرد ما الفت انتباهك له، وهذا التعبير مهم، مثلا النفس داخل مظلمه، في قسم مظلم الناس ما يشوفونه، المحترف النفسي غواص يغوص داخل الناس فيراويك يقول لك شوف هاي انت ما تدري عنه، هذا موجود، هو اللي مسبب لك المشاعر السلبيه مثلا. فهاي معناتها الاويرنس، الوعي بالقناعات العميقه عندك، هاي CBT. وفي شيء ثاني في الكتاب اللي هو التقنيات، مثل الحين ما قلت لكم اجلس واعمل كذا وكذا كذا، في افرميشنات، تعرف افرميشنات اللي هو التوكيدات. يعني موضوع حلو، الصحه النفسيه جدا صح. متعلقه كبير جدا في بحر. صحه الانسان وبحر كبير يعني. يمكن نفس ما تفضلت وذكرت استاذ رؤوف ان حلقه واحده ولا ساعه واحده ما راح تكفي عشان نتكلم عن هالموضوع. انت اعطيتني يمكن رؤوس الاقلام المهمه اللي احنا وكل المشاهدين ايضا يتعلمون يستفيدون من هذه النقاط، فاكيد نشكر تواجدك حضورك معنا رؤوف الفردان، كل الشكر لك يعني فعلا على هالمعلومات القيمه. اهلا وسهلا فيكم. أكيد مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة يوم الأحد من برنامجكم الصباحي صيف البحرين، جدد اللقاء باكر. مع السلامة. مع السلامة.